نرجع مع حضراتكم تاني كل اسبوع كده نحاول نجيب فقره بره الصندوق مع شخصيات زملكاويه نسمع منهم ارائهم نشوف طريقه تفكيرهم. النهارده الحقيقه معانا فقره مميزه مع الكاتب الساخر الاستاذ احمد عبد الغني. خلينا نرحب بالاستاذ احمد. مساء الخير استاذ احمد. مساء النور. زي الصحه تمام؟ تمام الحمد لله. نورنا في نادي الزمالك. انا فخور طبعا ان انا في نادي الزمالك وقناه الزمالك ويعني ده شرف ليا يعني من اسعد اللقاءات بتاعتي بصراحه في الفضائيات ان انا اجي في قناه الزمالك اللي انا بحبه ومتربي عليه يعني طول عمري. انا مش عارف اسالك الاول على الكتابه الساخره في الاول ولا ابدا اعرف منك الاول تربيتك كزملكاوي جت ازاي او نشاتك جت ازاي او لعبت كوره ولا لا حتى؟ بص انا الاول طبعا الحمد لله يعني زي ما الاغنيه بتقول بتاعت الزمالك كده اللي رباني كان زملكاوي فوالدي الله يرحمه طبعا حببني في نادي الزمالك وطلعت لقيته بمشجع زملكاوي درجه اولى ومتعصب وجدي برده الله يرحمه كان نفس القصه فانا شربت منهم حب الزمالك. وبعدين ابتديت العب شويه في الناشئين انا من شبرا اصلا فلعبت في ناشئين نادي اسكو بس جت الدراسه بعد كده بقى والدي حب ان انا ابقى ملتزم شويه في الدراسه وكده واكمل في دراستي فسبت الكوره واتفرغت للدراسه. اثناء الدراسه بقى طبعا برده كان في فرق في المدارس فرق في الجامعه كان ليا فريق كوره برده بنزل بيه حتى في الشغل بعد كده كنت عامل فريق كوره كنت انا الكوتش بتاعهم يعني لما بطلت العب كنت انا الكوتش بتاع الفريق والحمد لله كنت يعني واخد احسن مدرب في الشغل يعني في الدوره اللي كانت بتعمل في كل رمضان فالحمد لله يعني كان موضوع الكوره ماشي. وبعدين دخلت كان مع الكوره بقى كهوايه كان طبعا موضوع الكتابه الساخره برده موجوده والحمد لله ربنا وفق الواحد في بقى له اسم يعني والكتب موجوده في السوق الحمد لله يعني. هي الكتابه الساخره بقى دي بتيجي ازاي؟ هو دي ليها علاقه بالكاركتير مثلا او الرسم ولا تكتب كتابه ساخره وتخلي حد يعمل لك كاركتير على اللي انت بتكتب؟ يعني عندي اسئله كتير قوي. بص هو الكتابه الساخره اصلا في بدايتها هي عباره عن رصد للواقع اللي بيحصل حوالينا بطريقه ساخره. يعني بشوف مثلا مشكله مرور فبتكلم ان احنا سلوكياتنا غلط في المرور راجل بيكسر ست بتسوق غلط فبنتكلم الموضوع ده بطريقه ساخره. بيجي الكاريكاتير ممكن يرسم كاريكاتير لحاجه زي كده الموقف بيحصل. احنا كنا ماسكين صفحه ساخره في احدى الجرائد وصفحه اسبوعيه كنت انا بكتب مثلا موضوع وكان لينا زميل فنان هو اللي بيرسم الكاريكاتير بتاعها وكان لينا مجله برده شهريه مجله ساخره اسمها مجله البوسطجي دي برده كنا بدانا فيها تيم مع بعض كده وطلع منها ناس كلهم افاضل يعني في موضوع الكتابه الساخره وغيرها يعني. فدي كان الموضوع بدا ان هو رصد الاحداث بعد كده الموضوع ابتدى يتطور بتتكلم بقى في موضوع معين يعني بتتكلم عن شخصيه معينه او بتتكلم عن يعني انا مثلا اتكلمت عن الستات بطريقه ما يعني فهي البدايه جت برصد الاحداث الموجوده كلها. انت هتتفرم انت رايح في سكه فيها فرم يعني. والله بحاول اصلح الوضع يعني ومتجوز؟ الحمد لله. طب وايه الكلام على ايه؟ والله الكلام الكلام مش مظبوط يعني. بص زي ما اقول لك انا الموضوع بيبقى عباره عن رصد احداث انت مش بتتريق او مش بتقول سخريه ان انت قالش وخلاص زي كده لا انت بتتكلم ان انت في موقف حصل فانت بتقول والله الموقف ده حصل باسلوب ساخر كده بسيط بس تقول يا جماعه خدوا بالكم مثلا المج اتكسر فخد بالك انت اتكسر عشان انت شلت غلط عشان انت بتبقى بطريقه ما. طب المدام بتقول ايه؟ لما تيجي تتكلم على السيدات المدام بتقول ايه؟ والله بقول لك الكلام على ايه؟ المدام والبنات ما شاء الله كمان بنات عندي بنتين وولد فعندي يعني طقم ستات كده كلهم اعدائي يعني في البيت بسبب الموضوع بتاع الكتابه الساخره وبتاع موضوع رحت انت في حته او مكتب ستات بقول لك المدام والولاد قول لي بعمل ايه. بص انا فاتح دماغي وما بحاول اوصل لاي حاجه في الموضوع يعني ما حدش عارف اي حاجه انت لو عملت مجلدات اصلا مش هتوصل لاي حاجه في الاخر صعب جدا فبس فحاولنا ان احنا نقرب الدنيا شويه نتكلم عن افكار الستات بحيث ان احنا نحاول نقول ان الست دي عنصر مهم جدا في المجتمع. ايوه كده اظبط الكلام لازم اديهم حته صغيره كده في الاول هي عنصر مهم جدا في المجتمع طبعا وان هي الحياه قايمه عليها فلازم تاخد بالها بقى من الحاجات اللي احنا بتضايقنا كرجاله من الحاجات البسيطه شك بقى غيره تلاكيك انت فاهم بقى القصص دي. طب ايه دماغ ستات واحد دي؟ انا مكتوب دماغ ستات واحد. ما هو الكتاب لما نجح الكتاب الاولاني كان دماغ ستات الكتاب الحمد لله نجح في السوق اتعمل منه طبعه واثنين وثلاثه فابتدينا نفكر ان احنا نعمل جزء تاني يعني احنا وقفنا عند مرحله معينه مثلا يعني الكتاب الاولاني كنا واخدين مرحله من اول الطفوله لحد ما وصلت لانها للشغل. دخلنا في المرحله الثانيه في الدماغ ستات اتنين لما ابتدت تتجوز ويبقى عندها مسؤوليات والتطور بقى اللي بيحصل في المجتمع الدايت
الشوبينج، السفر. انت رايح في سكه اللي يروح ما يرجعش. سكه كل، وبعدين الميك اب، مش عارف الافراح، طب نعمل فرح في قاعه ولا نعمل فرح في فندق ولا نعمل فرح فين، وتلاقي مشاكل داخله. ندمك 6 2 ندمك 6 2 اه. في 3 و4 ولا ده لسه؟ 3 ده بقى هيبقى عن الكوره كلها، يعني عن التشجيع بقى. ماشي نفس المشوار. والله هو الطلب مني برده، بس انا بعدت شويه عن الموضوع، يعني عشان ما يبقاش الموضوع كله بس ان انا مصنف حاليا دلوقتي ان انا عدو المراه. فحاولت ابعد الموضوع شويه، وحاولت ان انا اصالحهم بقى، فابتديت اعمل روايات برده، او في مجموعه قصصيه جديده اسمها دموع سانت تريزا، دي هتنزل في معرض الكتاب الجاي ان شاء الله. دي مش ساخره، دي قصص، مجموعه قصصيه مسمينها قصص نسائيه جدا. هي سيدات بتحكي عن مشاكلهم واحداثهم والحاجات اللي بتعرض لها، يعني سواء تحرش سواء طلاق سواء جواز، فكل الكلام ده بنتكلم فيه في المجموعه القصصيه دي، حوالي 15 قصه. قصص حقيقيه، يعني قصص كل واحده بتحكيها. انت كده برضو قصص نسائيه جدا. ما انا بقول لك هي قصص على لسان النساء. فهم بيحكوا المشاكل اللي تعرضوا لها، فانا بحاول اصالحهم يعني. كده بتصالح. بدون سخريه اهو، انا بعرض ان في مشكله فعلا عندهم، وفي مشكله في تربيه، في مشكله في سلوكيات معينه في الشارع، تحرش، في سلوكيات مثلا في الطلاق، اختلافات، ممكن يكون الراجل هو الجاني، ممكن تكون الست هي الجانيه بعد كده، مش هي، قصه حب فاشله، قصه خيانه، قصه اختلاف بقى في افكار معتقدات، حد متجوز واحده اجنبيه فالتربيه مختلفه، واحده بتضحي بنفسها وباهلها عشان تتجوز وفي الاخر بتتصدم، فكلها قصص نسائيه في السكه دي، بعيد عن السخريه تماما الحمد لله، بحاول نصلح اهو. طب المدام ما قالتلكش مثلا خليه في دماغ الرجاله، او مثلا اتكلم في كتاب دماغ الرجاله، او هتعمل كتاب دماغ الرجاله؟ هو واحده يعني المدام اولا قالت لي اصلا انت يعني بتظلمنا وبتفتري علينا جامد وحرام عليك، وبعدين انت بتشوه صورتي، الناس بتفتكر ان انت بتتكلم دماغ ستات دي يبقى بتتكلم عننا، بس انا ما اقصدهاش هي خالص، هي جزء من الشخصيات اللي موجوده طبعا، لان اي ست الافكار كلها بتاعت ستات واحده تقريبا على مستوى العالم، مش على مستوى مصر بس. لو اتكلمنا مثلا عن الشوبينج، هتلاقي الشوبينج كله ده مرض نسائي متفشي في الستات كلهم على مستوى العالم. لو اتكلمنا عن الغيره، الست في مصر في امريكا في اوروبا كله بيغير، فباختلاف باختلاف بقى ردود الافعال او باختلاف الدرجات. يعني هنا ممكن تغير وتعمل مشكله، هناك ممكن تغير وترد رد الفعل بخيانه مثلا. لو اتكلمنا مثلا عن التربيه مثلا بتاعت الاطفال واهتمامها بالزائد بالاطفال على حساب بيتها وجوزها بعد كده، اللي بيوصل بعد كده الزوج لموضوع الخيانه، هتلاقيها موجوده في كل مكان. الست بتحس انها ساعات انها خلاص وصلت انها اتجوزت وده هدفها في الحياه، وخلاص في الراجل بتاعها في ايديها او في كده. العلاقه دي بتبقى علاقه غلط، لما كل واحد بيوصل لطرف ان هو انا متحكم او انا وصلت اللي انا عايزه، ومفيش ريليشن بين الاثنين، علاقه بقى تكمل الحياه، لا الموضوع بيبقى غلط في الموضوع ده. فهتلاقي الحاجات دي موجوده طبعا. انا بقول لها طبعا مش انت المقصوده خالص اساسا في الموضوع. بلم دنيتك. فبلم الليله بس عشان اعرف اروح. طب زملكاويه هي ولا اهلاويه؟ للاسف اهلاويه. لا والله. بتعمل ايه؟ بتتفرج على الماتش بقى في البيت ولا حاجه؟ انت من الناس اللي بتقعد وتتابع بشكل كبير اكيد. بص انا في الماتشات المهمه يعني ببقى قاعد طبعا مع نفسي، عازل نفسي. فببقى قاعد مع نفسي كده، وهي بتبقى قاعده في اوضه ثانيه، احنا كل واحد قاعد في حته عشان ما يبقاش في احتكاك. هي مالهاش في الكوره باعتبار ان معظم الستات الاهلاويه مالهمش في الكوره اساسا يعني. لو هنتكلم بقى عن الستات في الكوره، هتلاقي ان الستات الزملكاويه بجد فاهمين كوره وفاهمين كوره صح يعني. انا معايا بنتين صغيرين. انا كنت اسالك ولادك طالعين ايه؟ الصغيره خالص طالعه سلمى طالعه زملكاويه. سلمى طالعه مامتها اهلاويه. والولد طالع اهلاوي متعصب. مش عرفتش تسيطر عليه. خالص. انا ديمقراطي. فهتلاقي ان محمد ومامته مثلا بيبقوا قاعدين في الاوضه بيتفرجوا على الماتش. وان شاء الله هم ما لهمش الكوره اساسا يعني، هم بيتفرجوا خلاص يعني هيصه بس اهلاويه وخلاص. الزملكاويه بقى قاعده معايا بره، فاهمه كويس قوي رغم ان هي صغيره عندها 10 سنين، فاهمه كويس قوي مين بيعمل ايه ومين كويس ومين وحش، وتقول لك بن شرقي مستواه وحش النهارده مثلا، تقول لك مثلا شيكابالا هايل، عارفه من صغرها يعني البنت الزملكاويه عارفه من صغرها مين كويس مين وحش. فاحنا بنبقى عايزين نفسنا عن بعض خالص. طبعا قبل كده طبعا كان الاستاد بقى كنت بروح وكده مع اصحابي. عايز اسالك فعلا السؤال ده، بتروح ماتشات؟ اخر ماتش رحتوا ايه؟ بص هو للاسف اخر ماتش واللي عمل لي ازمه بعد كده خلاني ما بالنسبه للزمالك ما اروحش تاني كان حارس الدفاع الجوي. انا كنت في الاستاد فطبعا اتاثرت، لان انا رحت مع واحد صاحبي واحنا كنا بنروح احنا داخل درجه اولى، فللاسف احنا طبعا باب الدرجه الاولى بعيد شويه عن باب الدرجه الثالثه واحنا رايحين متاخرين، فداخلين من الناحيه الثانيه خالص.
فللاسف طبعا احنا ما شفناش اصلا الحادث خالص. احنا شفنا اتوبيس اللعيبه وهو داخل واحنا دخلنا معاهم. عرفتوا بعد الماتش؟ عرفنا بعد ربع ساعه من الماتش تقريبا. احنا شامين ريحه غاز جوه وعرفنا ان في حاجه حصلت. ابتدينا نتكلم مش فاهمين حاجه، حتى النت طبعا كان ضعيف جدا. واحنا خارجين من باب احنا الخروج كنا خارجين بقى على تيشيرتات مقطعه واعلام مرميه في الارض. كانت ظروف حياه صعبه على الجميع. فبصراحه اتقفلت من بعدها من ساعتها. رحت الاستاد. بس لازم امتاز فرصه حضرتك وجود حضرتك طبعا، ولازم اعزي كل اهالي الشهداء يعني طبعا. ونحتسبهم يا رب شهداء يعني، ونقول لهم يا رب البقاء لله والحياه على طول في ذاكره طبعا كل الزملكاويه يعني. طبعا طبعا احنا من ساعتها يعني بقى من ساعتها اتاثرت جدا. يعني انا تخيلت نفسي ان انا ممكن قبلها بساعه كنت هكون موجود في الموقف ده، لان انا لو رحت هبقى بدري شويه كان ممكن اكون موجود في قلب الحدث. هي الحقيقه كانت فتره كانت صعبه، في فترات كده عدت علينا الفترات اللي فاتت كانت صعبه. الحمد لله ان احنا ربنا قدرنا دلوقتي. على فكره بنطالب بقى برجوع الجماهير تاني. طبعا وشفت طبعا الحضور والتنظيم وكاس الامم لو تفتكر في مصر. كاس الامم بقى، كاس الامم بقى خدتهم كلهم العيله بقى كلها بقى. العيله خدت بقى العيله بقى كلها. نفس النظام بقى، الزملكاويه برضو قاعدين احنا بنشجع وفاهمين، والاهلاويه بنشجع منتخب مصر بقى. بس برضو مش فيش فايده، هم جايين عاملين لنا رحله يعني. هتلاقي المنظر كان حلو، الاستاد كان حلو، التنظيم كان هايل، الحضور الجماهيري كان عظيم. التنظيم الامني طبعا شابوه للامن طبعا بالتنظيم اللي كان معمول، تنظيم الشباب اللي كان معمول في الدخول والخروج هايل. البساط طبعا ان في حضور جماهيري، ستات ورجاله واسر كامله بتحضر وبدون اي حوادث، لا في تحرش ولا في سباب ولا في اي حاجه خالص، بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب. بس زي ما بقول لحضرتك، هو الفكره كلها ان في فرق بين ان هم جايين يتفرجوا على مسرح او حفله، وفرق جاي تتفرج على كوره، تشجع كوره درجه ثالثه وقاعد بتشجع والفرقه بتقع بتقومها تاني. احنا كنا كده ماتشات الزمالك لما كنت بتفرج عليها في الاستاد كنا كده. الفرقه بتقع بنقوم يعني. احنا ماتش انبي ده في الدفاع الجوي كنا مغلوبين 1-0 الاول لحد ما جبنا جون. فاحنا مع الفرقه لحد ما الفرقه كملت. مع الفرقه لحد ما الفرقه خدت الدوري. حضرت طب مباراه بكده فيها بطوله او نهائي مثلا الزمالك خد فيه بطوله؟ بص زمان كنت وانا صغير حضرت مع والدي الله يرحمه في ماتش بتاع اعتقد يا شوتينج ستارز لما خدنا 86. ده القديم بقى، القديم خالص بقى. بس كنت صغير كده بقى. ده اللي حضرته واعتقد كوتوكو اللي هو 93 تقريبا. برضه في النهائي. دول اللي حضرتهم بطولات. كنت عايز اسالك على الكتابه الساخره دي بتيجي ازاي؟ يعني انت مثلا بتدخل درست ايه؟ ولا هي موهبه بس؟ ولا انت بتثقلها بعد كده؟ يعني فكره ان انت تتخصص في الكتابه الساخره، يعني مثلا واحد طبيعي ممكن يبقى صحفي بيدخل مثلا كليه معينه او هو يبقى عنده الموهبه، لكن الكتابه الساخره ده اكيد شيء تاني. وايه الفرق بينه وبين الكتابه العاديه؟ زي ما قلت لحضرتك كده، انا اصلا دارس تجاره، مش يعني بكالوريوس تجاره، مش كتابه خالص، مش اعلام. بس انا في حته حب كتابه المواضيع من زمان، او كتابه الصحافه من زمان. ايام الابتدائي كنت انا بكتب مواضيع تعبير، المدرس بتاعي كان الله يرحمه في العربي يعني، كان بيذهبها بالموضوع بتاعي قدام المدرسه كلها. ده من اعدادي كده. دخلت ثانوي نفس النظام برضو، كنت محافظ على الموضوع بتاع التعبير وكده. ولما كان في حاجه اسمها زمان يقول لك المجله بتاعت المدرسه ومجله الحائط، كنت انا برضو ماسك الموضوع دي، انا اللي بشرف على تنظيمها وتحريرها ورئيس تحريرها وكده. فكان حته الصحافه موجوده فيا، بس ما دخلتش الصحافه والكلام ده كله. لما خرجنا وابتديت الموضوع ما كان موجود، مع دوامه الحياه بقى ابتدت ايه الدنيا، ما ابتدت تهدى شويه، ابتدت الموضوع تطلع. كان في حاجات بكتبها كده مع نفسي وابتديت اجمعها في كتب ومواضيع. زي ما بقول لحضرتك، الساخره او كتابه الساخره هي عباره عن رصد الاحداث بطريقه كوميديه، بترصد الواقع اللي حواليك وبتحاول تقوله بطريقه فكاهيه او طريقه ظريفه شويه. احنا كنا في فتره من الفترات ما عندناش الوعي الكافي في المجتمع للقرايه وللثقافه والكلام ده كله، فكان لازم دورنا ككتاب او دورنا كصحفيين ان احنا نوعي الشعب ونقول له القرايه مفيده والكلام ده كله. فحبيت اكتب المواضيع باسلوب مبسط، ساخر، بسيط، لغه عاميه، بحيث توصل للناس وما يبقاش حاجه مكلكعه يعني. وبعدين ابتدى الموضوع، فابتديت اقرا شويه. طبعا برضو والدي الله يرحمه كان برضو هو اللي محببني في الموضوع دوت. كتبت الراحل محمد عفيفي، محمود السعداني، استاذ احمد رجب، الناس العظماء دول في مجال الادب الساخر. طبعا دول مدرسه لوحدهم، كل واحد فيهم مدرسه، فدول اتربيت على الكتابه بتاعتهم. بالاضافه بقى للكتب بعد كده الاخرى، مثلا الروايات احسان عبد القدوس، يوسف ادريس، توفيق الحكيم، كل الكلام ده كان عندي مكتبه كامله فيها الحاجات دي من والدي الله يرحمه.
فده يعني اللي انت مشيت من فيه. زمان عشان كده كنت مميز في العربي مثلا او مميز في التعبير عشان كنت بتقرا من وانت صغير يعني اه بالك اه بالظبط. اه يعني فمشيت انا فحته الفكاهه بقى والحس الفكاهه دي لقيتها بعد كده موجوده ان انا بكتبها باسلوب حلو والناس بتتبسط منها، فابتديت ان انا اكتبها زي ما قلت لك. احنا دخلنا صفحه، كنا ماسكين صفحه ساخره في احد الجرائد، ومجله البوسطجي دي كانت مجله ساخره، كنا بنعملها مجله شهريه، كل واحد فينا كان بيمسك موضوع يتكلم فيه، والموضوع تطور بعد كده. الفرق بينها بقى وبين الكتابه الساخره والكتابه الواقعيه او الروايه، ان الروايه انت بتكتب حدوته، بتكتب قصه بتعيش فيها، بتعيش في احداثها، سواء قصه قصيره سواء روايه طويله بشخصيات متعدده، بتتكلم في الموضوع من اوله لاخره بسرد بحوار، يعني الموضوع تاني خالص غير الكتابه الساخره. الكتابه الساخره مواضيع بسيطه بتنتهي، لكن الروايه حدوته كامله بشخصيات باحداث بتعيشها. بس ده اللي خلاك تتخصص فيها. طيب الحقيقه انا عندي كذا يعني سؤال عايز اسالك عليه. فكره كمان ان انت يعني حابب الزمالك، هل مثلا ده مثلا خلاك بالصدفه قربت من لعيبه او تواصلت مع لعيبه؟ هل كنت شغال شغل تاني غير الكتابه؟ هل في علاقه مثلا تربطك مع احد اللعيبه؟ هل عن قرب تعاملت مع لاعبين؟ بص، عن قرب تعاملت مع الكابتن احمد رفعت الله يرحمه. انا متربي مع خالد، يعني احنا اصحاب مع بعض من زمان يعني، فده خلاني قريب في النادي شويه. ممكن في الجزئيه دي احيانا كنت بروح برده ماتشات الباسكت مثلا، كابتن الحسيني سمير والكابتن هيثم فالناس دي في الباسكت، يعني كنت بخش النادي واتابع المواقف دي. ده كان قربي مع اللعيبه مثلا. كابتن علي ماهر جاري اساسا من شبرا يعني اساسا، فجاري. كابتن حازم عبد المولى الله يرحمه برضه كابتن، فبرضه كان نفس النظام في المنطقه، دي كان قربي برضه من اللعيبه ومتابعهم بقى على طول يعني، حتى رغم ان هم كانوا في الاهلي وكده، بس الجيره برضه بتحتم عليك انك بتحترم الناس دي وبتشجعهم وتقول لهم لما بيعملوا حاجه كويسه مش موضوع اهلي وزمالك، لا هو موضوع ان في روح رياضيه في الناس دي كويسه، وهم اصحابك وجيرانك، احنا تقريبا سن واحد تقريبا كابتن علي ماهر وكابتن حازم، فالناس دي كلها بتبقى قريب منهم في احترام، في ود واحترام بحكم الجيره، باختلاف بقى هو في نادي ايه او مش نادي ايه. بس وزي ما قلت لحضرتك بقى، اما فرقه اسكو وكابتن علي شرف الله يرحمه لما كان مربينا كلنا برضه. طب ده عايز في حته ثانيه فكرتني بيها بخصوص الكتابه الساخره. ساعات الكتابه الساخره دلوقتي بتحتاج تعمل منها افلام، تمام، تبقى يعني تاخد قصه وتبقى في فيلم وتتشهر، ويعني مثلا دماغ ستات واحد ده ممكن يبقى فيش فيلم مثلا. بص خليني اقول لك ان احنا اصلا كنا في ورش. هل اتعرض عليك القصه دي؟ اتعرض عليا. هو اتاخد منه فعلا حاجات في بعض المسلسلات السيت كوم السيدات او السيت كوم اللي كانت موجوده، من دماغ ستات واحد بالذات. في جزء انا كنت بتكلم فيه مثلا عن السكرتيره، علاقه بين السكرتيره والراجل، او السكرتيره شغلانه السكرتيره ايه، وحته مثلا كنت بتكلم عن الغيره فيها، فالحته دي كانت متاخده برده في السيت كوم. وكان برده في مسلسل كان بنجهز له دلوقتي حاليا ان شاء الله، في ورشه معموله، انا برده ماسك شخصيات نسائيه في المسلسل بكتب عنها. الورشه طبعا بيبقى كل واحد بيبقى ماسك يا شخصيه يا حلقات معينه، فانا الحمد لله بالصدفه برضو ادوني شخصيات نسائيه ان انا ابقى مسؤول عنها. بشكل ساخر يعني، عشان اخد الجزء الكوميدي اللي في الموضوع يعني. فدي ماشيه مع دي الحمد لله، والواحد بيحاول يزود بقى دراسه شويه كمان في موضوع السيناريو علشان يبقى الموضوع ملم اكتر من كده، لان السيناريو الحوار موضوع تاني خالص يعني غير الكتابه او القصه نفسها. طب فكرت قبل كده في تاليف قصص مثلا عن لعيبه الكوره وتكون ساخره، او تكتب حاجة مثلا تكون فيها سخرية شوية مثلا من أحداث كروية أي حاجة من الحاجات؟ والله فكرت، بس حسيت إن أنا يعني كنت بكتب في الكتاب، بس حسيت إن إحنا هنخش بقى في مشاكل والتعصب في الوقت الحالي مش حلو يعني. لو هتيجي تكتب عن حاجة مثلا حتى بساخرة عن نادي تاني مثلا، عن نادي تاني، هتتفاجئ إن التاني الناس أنت مجرد لو دخلت عملت كومنت على حد أي حاجة هتلاقي ناس بتهاجمك وناس بتخش تشتم بألفاظ مش كويسة، فأنت هتلاقي نفسك بتتواجه بسيل من الشتايم واسلوب غير محترم. فمش حابب اخش بصراحه في حاجه زي كده، مش عشاني لا، انا بالنسبه لي مش مشكله خالص، بس انا جريء الحقيقه ودخلت في حاجه اصعب من بس انا بتكلم ان انا هخش هتلاقي سباب وقصف في حقك، وبيجي في حق اهلك كمان بسبب حاجه زي كده. فالتعصب اللي احنا فيه بيوصلنا لمرحله مش كويسه خالص. احنا زي ما بقول لحضرتك، احنا جمهور الزمالك متفاهم وعارف وبيشجع ازاي ومتحضر واخلاقي، لكن مش كل الناس كده.
فللاسف مش حابب اعرض، مش انا عشان خاطر الزمالك اتعرض لاي حاجه واضحي باي حاجه، بس مش حابب اهلي يتعرضوا لحاجه اللي فيها اساءه. فاحنا مع النادي ومع الكيان في اي وقت. تشجيع زمان اختلف عن التشجيع دلوقتي؟ طبعا تشجيع زمان الناس كانت بتشجع من قلبها وروحها، وزي ما بقول لك بتفضل ورا الفرقه لحد ما الفرقه تقوم، من غير سب ومن غير شتيمه. احنا في شوتينج ستارز مثلا احنا 2-1 وهنلعب ضربات جزاء، او 2-0 ودخل فينا جون، اللي هو الماتش خلاص انت البطوله بتضيع من ايدك. ومع كده ما حدش هد الفرقه خالص، وناس بتشجع لحد اخر دقيقه عشان تخش تكمل وتاخد البطوله. لا وحتى لو كان في فعاليات مثلا تبقى وقتيه في المباراه 90 دقيقه بالزبط. مثلا او جزء من 90 دقيقه، 5 دقائق، مش عارف. وما عمرك ما هتلاقي سب للعيبه يعني. بيشجع وحتى لو اللعيب واقع العب واجري وكده، ده عارف هو ده التشجيع. لكن دلوقتي انت السوشيال ميديا برضو مخليه اللي ممكن الهجوم او الانتقاد يعني يعيش معاك بقى. المباراه خلصت خلاص ولسه 3 4 ايام بس، لسه الانتقاد شغال 3 4 ايام غير المباراه. محمود عربي بيتهاجم لحد دلوقتي، كابتن اوباما بيتهاجم لحد دلوقتي على ماتش او كره غلط او حاجه، مع ان الناس بتنسى ان الناس دي وقفت معاك وشالتك في اوقات من الاوقات. بتخش الماتش انت بتخرجه عن شعوره، يعني انت بتفضل تضغط على لعيب او تشتمه وتخرجه عن شعوره. فتشجيع زمان لا كان تشجيع محترم، تشجيع دلوقتي عايز اقول لك بعد الالتراس رابط الالتراس متحلت، الالتراس كانوا عاملين حس برضو في المدرجات. نتفق بقى او نختلف على افكارهم او على تصرفاتهم، بس كانوا عاملين حس. طبعا لما دخلنا في كاس الامم وزي ما حضرتك الاسر اللي دخلت، الموضوع تحول لفن مش لتشجيع. بس ان شاء الله مع رجوع المدرجات، رجوع الجماهير المدرجات، ان شاء الله الدنيا هترجع وهتبقى كويسه. وان شاء الله الماتش الجاي باذن الله للزمالك هكون موجود في الاستاد ان شاء الله. اعتقد الماتش الجاي مع المقاولين وهيبقى في المقاولين، والمقاولين جنب بيتي تقريبا، فانا ان شاء الله هبقى راشق هناك يعني. طب على ذكر بقى الفريق كمان، قول لي انت متابع فريق، قول لي شايف تقييمك ايه للفريق مثلا السنه دي، شايفه ازاي؟ بص خلينا نعترف ان احنا في مشكله. الفريق في مشكله. غلق فترات القيد اللي حصلت، الاعارات اللي خرجت، في حاجات قرارات اتخذت غلط اثرت على الفريق، والفريق فعلا في مشكله. هي اللعيبه رجاله، ووقفوا المره اللي فاتت وقفه رجاله زي ما بيقولوا، عدوا الدوري في السبع ماتشات الاخر دول بتكاتفهم مع بعض، لان كانوا هم اللي موجودين دلوقتي. محتاجين بس دلوقتي ان هم ينعزلوا تماما عن السوشيال ميديا، ينعزلوا عن الاحداث اللي بتحصل، سواء مجلس عاد او مجلس مشي او انتخابات و لا هم يركزوا في شغلهم. محتاجين ان هم يركزوا في الملعب، يعرفوا ان الجمهور وراهم لحد اخر دقيقه، يدوا كل نقطة عرق للفريق. الجوانب الناقصة، في جوانب ناقصة طبعا أكيد في خط النص مثلا، يعني طارق حامد، كابتن طارق حامد مش هيشيل فرقة لوحده. إمام عاشور لسه صغير فطالع، فربنا يقويه ويقدر يسند مع طارق. عندنا الباك اليمين مثلا المسلوسي، حبة فوق وحبة تحت، معلش مع احترامي ليه برضو، بس احنا محتاجين. لا والله ماشي كويس، يمكن بس باستثناء المباراه اللي كان فيها عدم توفيق. بص يعني الماتش كله كان عدم توفيق للفرقه كلها. فالفرقه كلها كانت المشكله ان هو اتظلم واتحط عليه سبوت، يعني شال الليله. بص في اوقات كتير بتلاقي فرق واقعه ماتش بحاله، يعني معلش مع مانشستر يعني كان واقع قدام ليفربول 5-0 فوقع خالص، ما ولا رونالدو عمل حاجه ولا بوجبا عمل حاجه ولا اي حد عمل حاجه، فالفرقه واحد. فالفرقه محتاجه بس ان الجمهور سبورت، وهم يتاكدوا ان الجمهور وراهم لحد اخر دقيقه، ويركزوا في الملعب بس. الجوانب الناقصه كلها هتعدي بالتكاتف والتعاون بتاعهم مع بعض. مين لعيبك المفضل؟ شيكابالا. وقبل شيكابالا حازم. كابتن حازم امام طبعا اسطوره، يعني اسطوره اسطوره بجد يعني. طبعا انت كنت برضو من الناس اللي معلمه في الفريق، والناس اللي هي مأثره في الفريق يعني، حتى كنت واخد الوينج الشمال ده لحسابك تقريبا. مين تاني في الجيل الحالي برضو بتحب تتفرج عليه؟ ما مصري بقى ولا اجنبي؟ زي ما انت في الزمالك، في الفريق الزمالك. في الزمالك؟ بحب الونش جدا لرجولته. طارق حامد طبعا. عواد بعتبره من الناس المخلصين جدا للفرقه، قعد ما قعدش، لعب ما لعبش، من الناس المخلصه جدا. شايف محمود علاء مظلوم، شايف اوباما مظلوم. شايف حازم عنده اكتر من كده، حازم امام برضو ربنا يبعد عنه الاصابات يعني، هيبقى احسن من كده بكتير ان شاء الله.
ان شاء الله. امام طبعا امام هيبقى نجم الفرقه ان شاء الله في المستقبل يعني. العوده من الايقاف ان شاء الله ومن العوده من التوقف دي ان شاء الله نرجع لها تاني نادي الزمالك زي ما نهى الموسم اللي فات وتبقى نعرف تستغل فتره التوقف يا رب. طبعا للاسف وقت انتهى سريعا جدا معاك طبعا الكاتب الساخر الاستاذ احمد عبد الغني، بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله تعوض تاني وفي لقاءات تانية قريب باذن الله. شكرا لذوقك، وانا سعيد بحضوري معاك وسعيد بوجودي في قناه الزمالك وفي برنامج زملكاوي، واتمنى اكون ضيف خفيف عليكم ان شاء الله. لا نورتنا، الله يخليك، ميرسي ذوقك. شكرا لحضرتك. شكرا لذوقك. بكده وقتنا انتهى، ان شاء الله نشوف حضراتكم بكره وبرنامجكم زملكاوي، وتصبحوا على الف خير.